هل الله سبحانه وتعالى خلق البشر وخلق لهم الجنة والنار؟ السؤال: هل أهل النار معلومون مسبقا كذلك أهل الجنة؟ الجواب: نعم، أهل النار وأهل الجنة معلومون لله تعالى مسبقا. وهذا العلم، علم الله تبارك وتعالى السابق، لا يقتضي يا أخواننا أن الله تبارك وتعالى ظلم العباد، لأنه الناس بيستغلوا هذه المسألة، وخاصة عند الملاحدة، ويقولوا ربنا سبحانه وتعالى لما خلق ناس إلى الجنة وخلق ناس إلى النار يقول لك ده ظلم، ليه خلق ده للجنة وليه خلق ده للنار؟ ولكن الصحيح أن يقال يا أخواننا ربنا سبحانه وتعالى لما خلق العباد أو قبل أن يخلق العباد يعلم ماذا هم فاعلون، هم حيفعلوا شنو، ربنا بيعلموا، فكتب عليهم بناء على علمه السابق. يعني لما كتب على هؤلاء أنهم من أهل النار لأنه يعلم أن هؤلاء لما يعيشوا حيعملوا بعمل أهل النار وسيدخلوا النار، فكتب عليهم، ويعلم أن هؤلاء سيعيشوا على عمل أهل الجنة ويموتوا على ذلك ويدخلوا الجنة، فكتب عليهم. إذن ما ربك بظلام للعبيد، زي ما يفهم الناس أنه بس أخذ ديل إلى الجنة وأخذ ديل إلى النار يقول لك كذا ظلم. ربنا سبحانه وتعالى أرسل لهم رسل وفطرهم على فطرة الإسلام، والرسل علموهم الحق، علموهم اللي بيدخل الجنة واللي بيدخل النار، أرشدوهم وعلموهم. وبالتالي من كفر ربنا قال إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. بعد من كفر، كفر بمشيئته، بعد مشيئة الله سبحانه وتعالى، هو عمل الكفر وعمل الشرك ومات على ذلك، فعوقب على هذا، فما في إنسان عنده العذر إنه يعتذر بسابق القدر، ما في إنسان عنده عذر.